نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الحب والسلام من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الكبير في قرية بئر شمس مركز الباغور في محافظة المنوفية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بين أيديكم بدعوة كريمة من شباب وأهالي هذه القرية. الشكر موصول لمن أعد لهذه الليلة المحمدية ولمن فكر فيها. الشكر موصول لكم جميعا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة توبة صادقة بها ننتصر على أنفسنا. فالمؤمن الحق هو الذي ينتبه إلى المهمة التي خلق من أجلها، وكلنا يقرأ ويحفظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما ينتصر الواحد فينا على نفسه ويلزم نفسه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستوي معه الأمور. هو يتمنى هذا المؤمن أن يوفق في المهمة التي خلق من أجلها، أن يرزقه ربه تبارك وتعالى الإخلاص في عمله. فهو بين إخوانه كالزهرة تتنقل النحلة على الزهرات المختلف ألوانها فتعطينا العسل المصفى بأمر خالقها تبارك وتعالى. هذا المؤمن أيها الإخوة تستوي معه الأمور، إن ذكر اسمه أو لم يذكر اسمه في مثل هذه اللقاءات. ما دمت أنت صادق مع ربك فلا تفكر في هذه الأمور الدنيوية البالية. أكرر الشكر من أعماق قلبي إلى أهالي هذه القرية وشبابها ورجالها الذين كتب الله سبحانه وتعالى لنا الخير، فجئنا إليهم بكوكبة من علماء أزهرنا الشريف لننظر في هذه الوجوه ولنسأل مولانا تبارك وتعالى أن يردنا جميعا ردا صادقا إلى شرعه حتى نصحح الخطى فنسعد في هذه الحياة ونفوز في يوم القيامة بالنظر إلى مولانا تبارك وتعالى. أيها الإخوة، يسعدنا أن يكون معنا متحدثا في هذه الليلة فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد المؤمن
وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، والذي سعدتم به في صلاة المغرب رزقه الله وإياكم صلاة خاشعة في بيت الله الحرام وفي حرم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الكلمة لفضيلته إن شاء الله تعالى. أما الابتهالات في هذه الليلة إخوتي في الله للمبتهل الشيخ محمد علي جابي الذي لبى الدعوة لكم ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعالوا أيها الأحباب حرصا على أوقاتكم، وأعتذر لكم جميعا على حضوري متأخرا. تعالوا نبدأ يا عم الحاج، تعالوا نبدأ بالقرآن الكريم. تعالوا نؤمن إيمانا صادقا ولو لساعة كاملة، وانظر بعد هذه الساعة ماذا عن حالك قبلها وبعدها. إن لم نخلص لهذا القرآن المقروء، وإن لم نتأمل في كتاب الكون المفتوح، سيستمر الحال على ما هو عليه، وكل منا أدرى بحاله وحال أسرته وحال قريته وحال وطنه. كل منا مطلع على أوضاع أمة الإسلام في مصر أو في كل بلدان العالم العربي والإسلامي. حالنا لا يسعد أهل الإخلاص، وإن لم نخلص لهذا الكتاب قراءة وإنصاتا وفهما لمعانيه، سيستمر الحال على ما هو عليه. اللهم اطب بنا فيما جرت به المقادير. نبدأ بتلاوة قرآنية فياضة يتلوها فضيلة الشيخ محمد عبد البصير. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين مثلا من الذين خلوا من قبلكم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض
مثل نوري كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء نور على نور نور على نور يوقد من شجرة نور على نور نور على نور نور على نور نور
سوى الله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويتجلى عليك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء حساب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا قل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بوجهك الكريم ونعوذ بك يا ربنا من الكافرين وأعمالهم، ونسألك إيمانا صادقا به ترضى عنا. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي النور والنبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير ضمن فكرات هذه الأمسية المباركة التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الكبير في قرية بير شمس في محافظة المنوفية.